هنعمل مشروب البوليت بروف، اللي هو كل الناس بتسأل اعمل بوليت بروف ازاي. هو بحاجات بسيطة قوي، هنحط مقدار اللي هو المعلقة نسكافيه اللي هو البلاك او الكلاسيك او اي حاجة انتوا بنستعملها، معلقة زبدة، و لبن جوز هند، او ممكن نستعمل مشروب اللي هو كريمة الخفق اللي بتشرب من شركات كثيرة قوي، مش عايز اقول اسم شركة معينة. طبعا نبدأ نضرب الخليط اللي احنا عملناه ده. هو كده يعتبر جاهز، اللي احنا هنعمله بس ان احنا نجهزه في اي فنجان. او طبعا لو جينا نبص على شكله من جوه، نبص على المنظر، عامل زي النسكافيه بالظبط بالرغوة بتاعته. طبعا ده مشروب يسد طول اليوم، ما نحسش بأي جوع بالمرة. والصحة والعافية.